فلما تعرف الحقيقة بتعرف الظروف اللي انا كده. انا اكتر راجل، اكتر واحد محتاج ان انا ابص للمهرجان من منظور تاني، من اداره مش من فن، مش ان انا اطلع على الستيج قبل الحفلات. فانا حاولت الدكتور خالد عارف، وحاولنا كتير جدا ان انا ما اعملش اي حفله، بس الحقيقه يعني زي ما بنقول كده باللغه بتاعتنا الدارجه، اتحطت لي العقده في المنشور، لكن لا مش هنجح. فمعرفش لو المبرر ده يقنع حضرتك او لا، بس احنا مش جاي ادير مهرجان مصر العربي عشان اشتغل، انا ولا ناقص شغل ولا انا بحاول اقرب من الشغل يعني. الحقيقه بحاول ان انا اعرف، مفيش اي حاجه مقصوده، بالعكس بالعكس خالص. انا كان هدفي من الاول وقلت اول لحظه ان انا نفسي نجوم الاوبرا، مسرات الاوبرا، كل ما يرتبط بالاوبرا ان انا اقدم له حاجه يطلع بيها خطوه خطوتين ثلاثه قدامي.